لو سألتك سؤال كده وبقولك ايه هو الميتافيرس، ايه اللي تعرفه عنه؟ اول حاجة هتيجي في دماغي وفي دماغك في الغالب العالم الافتراضي اللي هيخلي الناس تقعد في بيوتها تنعزل عن بعضها. كل التكنولوجيات اللي هما بيعملوها جديدة في العالم ده بتشير ان هما عايزين الناس يبقوا قاعدين 24 ساعة قدام الميتافيرس، ما بيعملوش اي حاجة خالص، ما بينزلوش من بيوتهم، ما بيقابلوش صحابهم قرايبهم، ما بيعملوش اي حاجة خالص غير ان هما لابسين نظارة وقاعدين في بيوتهم. لسه امبارح سامع خبر كده ان جوجل هتعمل 3D فيديو بلاتفورم، هدفهم فيها ان الناس تيجي تعمل فيديو كولز مثلا، تكلم اي حد قريبك بعيد عنك او حاجة، ما تحسش ان انت بتكلمه فيديو كول، هم حرفيا هيخلوه متجسم قدامك 3D. ده هيخليك تنغمس اكتر جوه الواقع الافتراضي. ومن كام يوم برضو سمعت ان ميتا عملت الكويست اكتف باك، ودي حرفيا عباره عن نظاره واقع افتراضي ضد الميه. الفكره انها ضد الميه هنا قصدهم بيها انه ضد العرق، من الاخر عايزينك تستخدمها ان انت تعمل رياضه وانت جوه الميتافيرس، اللي هو السيناريو المثالي للحبسه جوه البيت. اكيد حاجه زي كده مرعبه، وعشان كده لما بلاقي بروجكت مثلا هدفه في الميتافيرس ان هو يخليك تتحرك في العالم الحقيقي، اظن دي ساعتها فكره حلوه جدا. وعشان كده النهارده جاي اكلمكم على تريس باختصار شديد. ايه هو تريس؟ ان انت هتتحرك في عالمك الحقيقي، وكل ما تتحرك في عالمك الحقيقي الشخصيه الافتراضيه بتاعتك انت في الميتافيرس بتتحرك معاك هي كمان. وكل ما تتحرك اكتر وتعمل اكتيفيتيز في الواقع الحقيقي بتاعك اكتر، كل ما بتجمع بوينتس اكتر وتكسب فلوس اكتر. ده المختصر المفيد للفكره. شبه شويه البوكيمون جو لو فاكرين، لما انتشرت في فتره ما كده والناس بدات انها بتدور على البوكيمون في العالم الحقيقي، وده بيسمى عندها في العالم الافتراضي والكلام ده، ولكن انت هنا في الميتافيرس وبتكسب فلوس. مصممين الابلكيشن ده هم مهندسين ليهم خبره كبيره جدا في ابلكيشنز اتعملت مؤخرا كتير مبنيه على الخرائط والارتفيشال انتليجنس. والجامد في الموضوع ان هم مش هيخلوا الابلكيشن بتاعهم او الفكره دي معتمده انك تبقى لابس نظاره في ار بقى والكلام ده كله، لا، هم هيوفروا الابلكيشن ده على الاندرويد وعلى اي او اس، يعني من موبايلك عادي جدا تقدر تاكسس الابلكيشن ده. خلي بالكم الابلكيشن ده لسه ما نزلش لحد دلوقتي، انا بس بكلمك عن الفكره نفسها، وهينزل بيتا فيرجن من الابلكيشن ده كمان شهر. بس خليني سريعا كده اوصف لك الموضوع عامل ازاي. انا قدرت اوصل للبروتوتايب بتاع الابلكيشن ده من قلب الشركه حرفيا، جايبه لكم حاجه حصريه جدا. زي ما انت شايف قدامك كده انت هتبقى في الواقع الحقيقي عادي جدا بتتحرك ومنزل الابلكيشن وبتتحرك عادي جدا في حياتك، رايح مدرستك، رايح كليتك، رايح اي حته. وفي نفس الوقت وانت بتتحرك الافاتار بتاعك او الشخصيه بتاعتك في الواقع الافتراضي هي كمان بتتحرك، وعلى اساس الحركه دي وعلى اساس المسافه اللي بتقطعها والسرعه بتكسب فلوس. الفلوس دي هي الايس توكن، واللي بتقدر تحولها لفلوس عادي جدا، او انك تعمل ابجريد مثلا للعربيه بتاعتك هناك في الميتافيرس. ايوه دي نقطه ثانيه مهمه جدا لازم تعرفها، ان انت تقدر تشتري ان اف تي كارز، عربيات على هيئه ان اف تي. يبقى ليك عربيه معينه انت اشتريتها مثلا في الميتافيرس هناك وراكبها وبتتحرك في الواقع الحقيقي وهي بتتحرك معاك في الواقع الافتراضي. كل ما عملت ابجريد للعربيه دي فلوس اللي انت بتكسبها على كل كيلومتر بتبقى ازيد. اظن انت فهمت الفكره. يعني هتقولي حكيم طب هو مطلوب مني ان انا لازم في العالم الحقيقي اركب عربيه ومش عارف ايه؟ قال لك لا، الشرط الوحيد عشان تبدا تكسب فلوس من الابلكيشن ده وانت بتتحرك انك تتحرك بسرعه اكتر من 10 كيلومتر في الساعه. مثلا بقى ركبت عجله، موتوسيكل، اتوبيس، عربيه، اي حاجه، هيبدا يتحسب معاك فلوس على الابلكيشن. وبالمناسبه الابلكيشن ده يعتبر اول ابلكيشن شغال بنظام درايف اند ايرن، لو انت تسوق في العالم الحقيقي وتكسب فلوس. فكره جديده، فكره صايعه جدا، بتشجع ان انت تنزل من بيتك. وبالاضافه لكده كمان هم هيضيفوا لك اكتيفيتيز على الابلكيشن، حاجات انشطه تعملها في الواقع الحقيقي لما تحققها تكسب فلوس اكتر في الواقع الافتراضي. هتقول لي حكيم طب هو كده لازم عشان ادخل الابلكيشن ده واستخدمه لازم اكون شاري من عندهم ان اف تي؟ هقول لك لا يا معلم، الابلكيشن فري تماما، ولكن لازم طبعا يحطوا امتيازات اكتر للي اشترى ان اف تي، واللي هي انه هيكون بيكسب فلوس اكتر من الشخص العادي اللي مش دافع ان اف تي. يعني مثلا لو انتوا الاثنين اتحركتوا كيلومتر في الواقع الحقيقي، اللي شاري ان اف تي ده هيبقى الفلوس اللي بترجع له اكتر من اللي مش شاري ان اف تي اصلا وبيتحرك عادي جدا. وده بالاضافه لامتيازات اخرى كتيره جدا هيتكلموا عنها اكتر الفتره الجايه. بقول لك ايه برجوله، ما تعمل لايك للفيديو، برجوله عادي جدا اعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وتكتب كومنت دلوقتي حالا تقول لي الفيديو الجاي انت عايزه عن ايه. الجامد اكتر في الموضوع ان الان اف تيز هنا اسعارها طبيعيه جدا عادي، زي اي ابلكيشن تاني بنسمع عنه مثلا مش عارف الحاجات اللي بالوفات الدولارات، لا هنا العربيه مثلا العاديه اللي ممكن تشتريها ان اف تي بيتكلموا في متوسط 100 دولار عادي، اللي هو تقريبا 2000 جنيه. والفكره انك لما تشتري الان اف تي وتبدا تتحرك عادي جدا وتمارس حياتك اليوميه وتروح الكليه، تروح مدرستك، تروح عند قرايبك، تنزل تعمل اكتيفيتيز، بتاخد فلوس، انت عمال تكسب فلوس وبس. هي فكره جامده جدا بصراحه. ولو فاكرين قصه بوكيمون جو بقى لما نزلت وكده والناس بداوا يستخدموها والاطفال كمان، بدا يحصل حوادث في فتره ما كده لو تفتكروا، والناس اتهبلت في دماغها وبقت عشان تدور على البوكيمون تنزل في الميه وتروح تغرق وتنط من فوق مش عارف ايه والكلام ده كله. انما ابلكيشن تريس فهو امان جدا، حتى الابلكيشن اصلا هيطلب منك ان انت ما تبقاش السواق اللي سايق العربيه لو انت سايق، مش مطلوب منك بس غير انك تتحرك بسرعه اكتر من 10 كيلومتر في الساعه، ودي نقطه عجبتني جدا بصراحه. كاي ابلكيشن في الميتافيرس هيبقى عنده ماركت بليس، هيبقى عنده مكان تتاجر فيه الان اف تيز وتبيعها وتشتري وهكذا، تبقى عندك محفظه الكترونيه هناك تحوش فيها التوكنز بتاعتك، كل الاوبشنز دي تبقى موجوده بما انه ابلكيشن في الميتافيرس. لما دورت في البروجكت ده لقيت ان هم كانوا بادئين الفكره دي اصلا من 2018، من ساعه ما بدا الكلام اكتر عن الواقع الافتراضي والكلام ده كله، وبداوا يطوروها سنه ورا سنه ورا سنه لحد ما السنه دي خلاص جهزوا الان اف تيز بتاعتهم. عندك 15000 عربيه ان اف تي يقدروا الناس يشتروهم اصلا من دلوقتي، وجهزوا التوكن بتاعتهم اللي استخدموها على الابلكيشن، وجهزوا كل حاجه، والمفروض ان هم اخر السنه دي شهر ديسمبر هينزل البيتا فيرجن من اللعبه. واللي انت شفت البروتوتايب بتاعها دلوقتي حالا حصريا، محدش شافها قبلك كده كده. المفروض ان اللعبه هتنطلق بشكل رسمي من اول السنه الجايه، اول شهر في شهر يناير. والجامد اكتر ان اللي هيشتري الان اف تي
بتاعتهم هيقدر يلعب اللعبه من اول ما البيتا فيرجن ينزل اللي هو كمان شهر، انما اللي هيخش بقى ببلاش عادي هيستنى السنه الجايه. وبينك راجل اشتريت الان اف تي بتاعتهم وبدات تلعب اللعبه عادي جدا من شهر ديسمبر، فهتقدر تعمل فلوس. والجامد اكتر ان البيتا فيرجن ده اكيد هيبقى فيه باجز او مشاكل، ده اي ابلكيشن سوفت وير في العالم بيحصل فيه كده. هم بقى هيدوك فلوس على كل باج تقدر تطلعه في الابلكيشن ده، عشان انت كده حرفيا بتساعدهم في ان هم يحسنوا الابلكيشن بتاعهم. عموما انا سايب لكم تحت في الديسكربشن لينك صفحات السوشيال ميديا بتاعتهم كلها، ولينك للشانل بتاعتهم على تيليجرام تقدر تعملها جوين عشان تتابع اخر التطورات اللي هم بيعملوها. وبصراحه متحمس جدا ان انا اشوف الابلكيشن ده على ارض الواقع. هي حاجه بتربط بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي، معتمد اكتر على السرعه العاليه، ما تبقاش ماشي بس على رجلك لا انت بتجري وبتتحرك مش عارف ايه، وشويه اكتيفيتيز هيوفرها لك اكتر على الابلكيشن عشان تعملها في الواقع الحقيقي فتكسب فلوس اكتر وهكذا. هتبقى حاجه ممتعه اظن، وهتبقى ليها علاقه اكتر من ان انت تتفاعل مع الناس في الحياه العامه. فكره زي دي كان لازم نتكلم عنها ونسلط عليها الضوء عشان دي حاجه قويه جدا، واللي هو ها ممكن نقول ده جانب من الجوانب الايجابيه للميتافيرس، عكس تماما الماركه عايز يعمله انك تقعد في البيت لابس نظاره الواقع الافتراضي بتاعته. انت متخيل عايزك تتمرن في البيت، مش عايزينك تنزل من البيت اصلا تروح للجيم حتى. وصحيح يا جدعان انا عايز اعرف منكم انتوا عايزين ايه الفتره الجايه، يعني فيديوهات ايه اللي عايزين تشوفوها، مباريات ايه نازله الفتره الجايه عايزين تشوفوا لها ريفيوز بتاعتها. عايزكم تتعودوا ان احنا دايما هنجيب المباريات اللي بتنزل جديده اول باول. استنوا كام موبايل كده نازلين الفتره الجايه، اظن انتوا في ناس منكم عارفينهم، هحاول اجيب المباريات دي باسرع وقت واعمل لها فيديو زين على القناه. فتاكد انك تكون عامل سبسكرايب وداس على زر الجرس جنب سبسكرايب. او بس يا جدعان ده كان الابلكيشن الجديد اللي كان النهارده، ابلكيشن تريس. مستني اعرف رايك انت بقى تحت الكومنتس، بقرا كل كومنت برد عليها. وبس كده يا جدعان، كنت في الفيديو معاكم، مش بقى لايك شير سبسكرايب كبير، ولك الاخر فيديو جديد. Peace.